المدرب الأرجنتيني جوستافو ألفارا المدير الفني للمنتخب الإكوادوري قال إن المواطن الخاص بيه أكيد مواطنه ليونيل ميسي مهاجم المنتخب الأرجنتيني عنده فرصة إن هو يفوز بلقب كأس العالم 2022 برغم البداية السيئة للفريق في المونديال. خسر المنتخب الأرجنتيني بشكل مفاجئ في مباراته الأولى في البطولة قصاد نظيره السعودي بنتيجة 2-1، ولكن بيلتقي اليوم برضو السبت بنظيره المكسيكي في المباراة الثانية من البطولة. قال كمان ألفارو في تصريحاته أن المنتخب الأرجنتيني بيمتلك كل ما يريد ليصبح بطل للعالم. كانت الهزيمة أمام السعودية هزيمة مؤلمة، ولكن الفريق يمكنه التتويج بلقب كأس العالم لو نجح أن هو يستعيد اتزانه ويدير الأمر بشكل قوي. واستدعى ألفارو ذكرياته أكيد في بطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا لما خسر المنتخب الأسباني مباراته الأولى في المباراة في البطولة دي، لكن توج في الآخر أو في النهاية بلقب البطولة.